طبعا مرضي، نحن بالنسبة لنا نؤمن إيمان كامل بالعدالة الدولية. واضح أنه الحكم على سليم عياش بكل المواضيع هو مذنب. هلأ على السلطات اللبنانية تسلمه، بتعرفي في موضوع الاستئناف ب15 شهر، بس الأهم من الموضوع ل15 أيلول. الأهم من الموضوع هو أنه المحكمة كانت كتير واضحة بالأدلة الغير المباشرة على موضوع الاغتيال السياسي. هيدا اعتبرته اغتيال سياسي بالدرجة الأولى بعد اللي حطتها قدام العالم. المحكمة لم تدين سوى سليم عياش وحكم غيابيا، أنتم في المقابل تريدون القصاص، ماذا ستفعلون لو لم يسلم عياش تحديدا؟ وأن حسن نصر الله قبل المحاكمة قال إن جماعته ليست معنية بقرارات المحكمة. هو مش معني، بس نحن نعلم إنه العدالة الدولية إذا بنطلع بالتاريخ من النورنبرغ والطوكيو ترايلز، يعني المحاكم وقتها تبعي طوكيو ونورنبرغ، ما حدا قدر يطلع من عدلة. إذا هيدا خياره هيدا خياره، بده يتحمل كامل مسؤوليته. وعلى الحكومة اللبنانية اليوم تسلم سليم عياش لأنه إرهابي بالدرجة الأولى، قتل رفيق الحريري، قتل 21 شهيد معه، بده يتحملوا كامل مسؤولية هو حسن نصر الله والحكومة اللبنانية إذا ما سلمت. بس نحن مؤمنين إنه العدالة دائما هي المنتصرة بهذا الموضوع، العدالة الدولية. طيب، البعض رأى بأن تصريحات سعد الحريري التي عقبت القرار من المحكمة بأنها محاولة لحقن الدماء داخل لبنان، يعني هل أنتم راضون عن الحكم بسبب أنه لم يتهم حزب الله طبعا صراحة، وإنما اتهم سليم عياش فقط؟ لو بتسألي، نحن قبل منهار طلبنا من الشعب اللبناني ضبط النفس. عارفة أنا ابن 54، نحن بنؤمن بالعمار، بنؤمن بالوظائف، هذا موضوع مفروغ منه. بس أنا عندي قناعة تامة إنه اليوم الشعب اللبناني بغير محل، ترفع عن موضوع الحرب الأهلية، عايشة، ما بظن عنده أي نية، بس عنده نية وبيعتبر حاله بطلاق شامل من هالمنظومة اللي هي حزب الله والزعماء الحرب، أمراء الحرب. أنت بتعرفي بتاريخ الأمم، أمراء الحرب ما بحياتهم بنوا أمة. طيب، ولكن أستاذ بهاء، يعني المحكمة أيضا لم توجه صراحة لحزب الله، هل ترون أصلا أن حزب الله متورط في ذلك؟ نحن مصرين على موضوع، بدنا نطلع على الموضوع. أولا المحكمة ما عندها القدرة تقدر تلحق حزب أو دولة داعمة للإرهاب. بتاريخ المحاكم الدولية بس فيها تلاحق الشخص. ثانيا واضح إذا بدها تحكم على حدا بده يكون ما في أي شك بهذا الموضوع. في دلائل، بس اعتبرت المحكمة أنه ليست كافية، وهذا الشيء قالته بعدة فقرات، يعني لو بتشوفي في 1000 صفحة تقريبا، لا تكفي لحتى تضع أصبع الاتهام كاملة على أي شخص معين. بس قالت في أدلة وليست كافية لحتى هذا. طول حياة المحاكم هاي ليس ما فيها تحاكم أحزاب أو دول، لو كانت سيدة الإرهاب فيها تحاكم بس أشخاص. نقطة تانية كانت كتير واضحة هي أنه بعد اجتماع بريستول الثالث، رفيقي رحمة الله عليه سند موضوع خروج سوريا وتسليم الميليشيات سلاحها. وقتها ما كان في إلا ميليشيا واحدة اسمها حزب الله عليها تسلم سلاحها. وبعدين باجتماعه مع الوزير الخارجي المعلم قال له أنه ما فيها سوريا تحكم لبنان للأبد، عليكم أنه تخرجوا من لبنان، وأنه أنا 3/4 معارضة وربع لا. واضح أنه المحكمة حطت أصبعها على هالموضوع بقوة وقالت أنه ما كان في فراغ سياسي، إنما كان في تشنج سياسي شامل، وهذه هي أسبابه. فهو اغتيال سياسي بالدرجة الأولى. طيب، يعني أنظر إليها على أنه اغتيال سياسي كما تقول بالدرجة الأولى، هل يعني ذلك أن هناك رغبة بعد ذلك سياسيا في التوجه إلى محكمة دولية أيضا في انفجار مرفأ بيروت؟ ما طلبنا محكمة، نحن طلبنا موضوع، تعرفي مثل ما صار بانفجار طائرة يوكرين. مبسوطين كتير انه الاف بي اي على طريقه على بيروت مشان يعمل تفتيش كامل، لانه نحن ما عنا اي ايمان، برجع بقول اي ايمان بهالمنظومة وبهالحكومة لو هي حكومة تفريغ اعمال. فنحن بالنسبة لنا هالاستهتار يلي صار بمرفق بيروت يحق لنا انه نطلب بتفتيش دولي، وانت بتعرف التفتيش الدولي ما بياخد سنين، في فرق بين محكمة دولية وتفتيش دولي. يعني هل حضرتك يمكن ان تفكر أن تترشح لرئاسة الحكومة مثلا أو الدخول في الحكم بطريقة أو بأخرى؟ ما عندي نية، يعني رفيق الله يرحمه كل له شخصيته رحمة الله، يعني عليه رفيق كان تفكيره يختلف، أخذ قرار يعمل رئيس وزراء، وأنا بعرف أسبابه يوما ما بركي بنحكي فيها. بس بالنسبة لي أنا نويت أختم الشأن العام، أنه يعني ما عم نعرف ننام، والله ما عم نعرف ننام، بين الانهيار الاقتصادي والانهيار المالي والفجعة اللي صارت ببيروت وهلأ المحكمة، عم نشتغل ليل نهار. بس أكيد ببدي أعمل رئيس وزراء، هيدا موضوع بأكد لكم إياه 1000%. بس أنا ناوي أخدم في هذا القطاع بطريقة ما بأخرى، في العجلة الندامة وفي التروي السلامة.